هاي. على مدى عقود ربطت الأبحاث بين الجلوس لفترات طويلة وعدة مخاطر صحية مثل السمنة، السكري، ارتفاع ضغط الدم، زيادة مستويات الكوليسترول الضار وتراكم الدهون حول الخصر. جميع أنواع جلوس لفترات طويلة ضارة، إن كان على كنباية أو مقعد، قدام شاشة أو مكتب، أو حتى بالسيارة، لأنه بيحرق سعرات أقل من الوقوف أو التحرك. يلي بيقعدوا أكثر من 8 ساعات باليوم من دون القيام بأي نشاط بدني هن عرضة لخطر الوفاة بسبب الأمراض القلبية والسرطان، خصوصاً مع التقدم بالعمر. لهيك من المفضل أخذ فترة استراحة من الجلوس كل 30 دقيقة والتحرك ولو لفترة قصيرة. تأثير الجلوس على صحة الدماغ كبير كتير. مين قال إنه الأشخاص يلي بيضلهم قاعدين لساعات طويلة بالشغل وبالبيت هن أكثر عرضة للإصابة بالخرف من الأشخاص يلي بيقعدوا أقل؟ أنا قال. بشوفكم بكره.